السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلبة في المرحلة الأولى في قسم الهندسة الكهربائية الجامعة التكنولوجية، سنبدأ وعلى بركة الله معكم سلسلة محاضرات بالديجيتال الكترونيك 1 للعام الدراسي 2019-2020، فأهلا وسهلا بكم. راح نبدأ وياكم المحاضرة الأولى بالنمبر سيستمز، وهي الأنظمة العددية. أربع أنظمة رئيسية راح نتعامل وياها، هي الديسيمال، هي الديسيمال العشري اللي بعشرة رموز من الصفر إلى التسعة، والباينري اللي هو الثنائي برموز فقط صفر وواحد، والأوكتل الثماني من الصفر إلى السبعة، ثمان رموز أو ثمانية كاركترز أو ثمان ديجيت كلها تمشي. الهيكسا ديسيمال، هذا الهيكسا سداسي، ويا الديسيمال يصير ستة عشري، فهو ب 16 كاركترز أو 16 رمز، وهي من الصفر إلى التسعة، وتلحق بها الـ A والـ B والـ C والـ D والـ E والـ F. نبدأ وياكم الديسيمال نمبر بشي من التفصيل، ليكن هذا الرقم اللي هو 36 كنا نعرفه. هاي الستة أريد أشوف شلون هي صارت قيمتها ستة، أو المكانة العددية لها إيش قد. ستة هذه احنا متعودين عليها هذا الأحد، والثلاثة هي العشرات، فهاي الستة تضرب في عشرة أس صفر، ستة في عشرة أس صفر زائد ثلاثة في عشرة أس واحد، فعليه راح يكون هذا النظام إنه هذه هي رموز الأرقام اللي راح ممكن تنحط بهذا النظام. قد يكون هذا الرقم بـ point، إذا هذا الرقم لحقه point راح يكون بهالاتجاه أمشي، هي عشرة أس صفر، عشرة أس واحد، عشرة أس اثنين، وهذا هو الويت أو البيس لهذا النظام. طبعا البيس هو عشرة، لكن عشرة أس صفر راح يكون الويت لهذا الرقم، وعشرة أس واحد راح يكون الويت لهذا الرقم. وإذا كان بي بوينت، هذا الرقم راح يكون بهالاتجاه أمشي، عشرة أس ناقص واحد، عشرة أس ناقص اثنين، عشرة أس ناقص ثلاثة، وهلم جرى. كنا نعرف انه الرقم الاول هو احد، فيكون مالته الويت واحد، والرقم اللي وراه راح يكون عشرات، الويت مالته عشرة، واذا اكو عندي رقم وراه راح يكون مية الويت مالته. لكن بالعكس، اذا كان عندي بوينت ورا البوينت راح يصير واحد بالعشرة وواحد بالمية، اللي هي منين جتنا؟ هي هذه عشرة اس ناقص واحد، يعني واحد على عشرة، وعشرة أس ناقص اثنين واحد على مية، وعشرة أس ناقص ثلاثة واحد على ألف، وهلم جرى. وياكم ويا إكزامبل أكبر من اللي أخذناه قبل شوية، وهذا هو الرقم المتكون من أربعة ديجيت، الثلاثة والسبعة والخمسة واثنين. عمود أستخرج قيمة هذا الرقم، راح أخذ الرقم ثلاثة وأقول ثلاثة في عشرة أس صفر زائد سبعة في عشرة أس واحد زائد خمسة في عشرة أس اثنين زائد 2 في 10 أس 3، وعليه تكون هذا الويت مالته 1، وهذا 10، وهذا 100، وهذا 1000. راح تكون عندي 3 في 1 هي 3 راح ينطيني، وال7 في 10 هي 70، وال5 في 100 500، وال2 في 1000 هي 2000، فراح يصير الرقم ككل هو 2573. يعني كل رقم إلى قيمة مكانية. هسه قيمة ثلاثة هي ثلاثة لأن أحد، وهذا هو الرقم 70، وهذا الرقم اللي هو 500، وهذا الرقم هو 2000. جت هاي من اعتبار البيس مال هذا النظام هي العشرة، العشرة، وننطي الصفر والواحد باتجاه يعني باتجاه الأحد عشرات مئات، وإذا كان عندي بي بوينت راح يكون بهالاتجاه وتصغر القيمة. يعني راح يصير عندي بالعشرة وبالمية وبالألف. راح نطلق تسمية راح نشوفها بكل الأنظمة، LSD و MSD، ويقصد بيها مثل هذا الرقم اللي قدامكم، هذا الثلاثة راح أطلق عليه اللي هو least significant digit، وهو الرقم الذي يحمل ويت أقل. والاثنين بالنسبة إن هذا الإكزامبل هو ال MSD اللي هو most significant digit، وهو الديجيت أو الرمز اللي يحمل الويت الأعلى. نفس الشيء، ده هو نفس الرقم أخذناه
ولحقناه بالبوينت وأربعة ستة تسعة، راح أخذ أقول نفس طبعا نفس الحشي اللي شفناه فوق، لكن بالنسبة للأربعة راح أقول أربعة في عشرة أس ناقص واحد زائد ستة في عشرة أس ناقص اثنين زائد تسعة في عشرة أس ناقص ثلاثة، فراح يصير عندي هاي ثلاثة تسعة بالألف والستة بالمية والأربعة بالعشرة. النظام الثاني اللي هو الباينري نمبرز، وعدد الكاركترز البي هو 0 1 فقط رمزين عنده، وكلمة بت راح تطلق فقط لهذا النظام وحصريا. احنا قبل شوية ذكرنا كلمة ديجيت، كلمة رمز، كاركتر، لكن البت لا تطلق إلا ويا النظام الباينري سيستم. ليش؟ لأن البت هذه جايتني من الباينري ديجيت، ماخذين الحرفين الأولى مع الحرفين الأخيرة فصايرة بت اللي هي الباينري ديجيت. وإذا أريد نحسب بالباينري لو كان عندنا واحدة بت فيا أما زيرو يا أما وان، وما عندي غير أرقام، لكن أريد أحسب أكثر لازم أزيد عدد البتس المستخدمة. فأنا هسه عندي تو بتس، عندي الصفر وعندي الواحد وعندي الاثنين وعندي الثلاثة، أربع أرقام أقدر أحسبها لما يكون عندي 2 بت. ولما يكون عندي 3 راح يكون هذا هو رقم 0 اللي هو 0 0 0 و 1 0 0 يعني هذا رقم 1 و 0 1 0 هو الثنين و 1 1 0 هو الثلاثة و 0 0 1 هو الأربعة وهذا هو الخمسة وهذا هو الستة وهذا السبعة. لو تشوفون عدد الأرقام ايش قد هي 8 لما تكون عندي 3 بت، لكن أكبر رقم أقدر أحسبه هو الرقم 7، هذا رقم 7. لو أخذ هذا الإكزامبل رقم منطينية، طبعا أرجع وأقول ما عندي غير رمز هو الوان والزيرو، أد أشوف هذا الرقم شلون صار هو يكافئ 26.75%. كل اللي علي لازم أخلي البيس مال هذا النظام اللي هو الثنين، وهذا هو الثنين، هذا هو البيس مال هذا النظام، وأجي نفس ما سوينا بالعشري، أبدي من أول بت يعني قبل البوينت هذه، هذا الصفر بعدني ما عليه بالبوينت هسه، يعني بهذا الاتجاه دا أمشي، فأقول هذا البت اللي هو الصفر في 2 أس 0، والوراء هو 1 ففي 2 أس 1، وهذا صفر في 2 أس 2، وواحد في 2 أس 3، وواحد في 2 أس 4، يعني أنا الويت بهالاتجاه دا يزيد. أبدي باثنين أس صفر وأشوف وين أنتي حسب كبر الرقم، وهذا اللي بعد البوينت راح يكون عندي ياخذ ويت هذا اثنين أس ناقص واحد، اثنين أس ناقص واحد، وهذا راح ياخذ ويت هو اثنين أس ناقص اثنين، لهذا يكون يعني كأنما دا أضرب الرقم في نص وهذا راح أضربه في ربع. ومثل ما هنا تشوفون يعني بدي أخذ هذا الرقم هذا راح أضربه في واحد لأن ويت مالته واحد، لكن هذا أضربه في اثنين، هذا أضربه في أربعة، هذا أضربه في ثمانية، وهذا أضربه في 16. نفس الحكي بهذا الاتجاه، هذا بدل ما أضرب راح أقسم، هذا أقسمه على اثنين وهذا أقسمه على أربعة، وإذا أكو جايني رقم بعد أقسمه على ثمانية. همين جتي؟ كلها جتي من اثنين أس. وبعد ما أشطب أو أكنسل اللي بها صفارة راح ينطيني الرقم هو 26.75%، وهذا دائما يعني هذا الصيغة اللي تدل على النظام اللي أشتغل به. أنا هسه هذا الرقم على مود أقول إنه بالعشري، فأخلي البيس مالته أو السب مالت هذا الرقم هو الرقم 10. واللارجست ديسيمال نمبر هذه معادلة راح تمشي ويا النظام الباينري. لما أريد أعرف إنه أكبر رقم أقدر أحسبه with number of bits معروف بالنسبة لي، قبل شوية شفنا 2 أس 3 يعني 3 بت كنت مستخدمة كان رقم 7، فهو 2 أس 3 8 ناقص 1 فهو 7، ولو كان مستخدمة 2 أس 4 هسه نشوفها إن شاء الله بالأمثلة الجاية راح يكون أكبر رقم بالنسبة لنا هو 15. وإذا أريد هنا أشوف عدد أو possible combinations اللي هو عدد الاحتمالات فهو 2 أس N،
وشفته قبل شوي لما كانت عندي 2 بت عدد الاحتمالات كانت 4 وأكبر رقم كان 3. نفس الحكي من تكون عندي 3 الأن تساوينا 3 راح تكون عدد الاحتمالات هي 8 لكن أكبر رقم هو 7. هذه المعادلة هي معادلة عامة لكل الأنظمة اللي راح نتعامل وياها واللي تعاملنا وياها. مثلا قبل شوية كان أول واحد بدينا بالبيس 10 فكنت أحط بمكان الآر 10، وبالنسبة للباينري أخلي مكان الآر 2. وهلما جرى هذه المعادلة العامة أستخدمها لأي نظام عندما أريد أستخرج قيمته بالديسيمال. باينري نمبر وذ 4 بيتس راح يكون هو كالآتي، أوزع الويت، فهذا راح تكون بالنسبة لنا البت الأولى اللي هي على اليمنى راح تكون بالنسبة لنا هو least significant bit وهي البت اللي تاخذ أقل ويت، والبت اللي على الجهة اليسرى راح تكون هي الـ MSB اللي هي most significant bit اللي هي لها أكثر ويت. وهذا الواحد والاثنين والأربعة هذه يسموها الويت للباينري هذا النظام، لأن هذا يكون 2 أس 0 فهو 1، وهذا 2 أس 1 اللي هو 2، و2 أس 2 هو 4، و2 أس 3 هو 8. هذا الويت لهذا النظام، وإذا عندنا بت أخرى راح يصير عندنا 16 وراها 32 وراها 64 وهكذا، يعني الرقم ده ينضرب في 2. عملية كتابة هذا الرقم هو هذا عندنا من 0 إلى 15، فأكبر رقم ويا البت عددها 4 راح يكون 15 إذا طبقنا المعادلة 2 to n ناقص 1، و 2 to n اللي هي number of combinations راح يكون عندنا الاحتمالات راح يكون عندنا عددها 16 من 0 إلى 15. عملية كتابتها مثلاً هسه أعرف إنه 1 1 1 هو 1 1 1 0 هو 7، وأعرف إنه 0 1 1 1 اللي هو 14، 1 1 1 1 هو 15. هذه عملية كتابتها كل السهلة. أنا with 4 bits راح أكتب عندي 16 احتمال، وأجي أخلي بالأول bit 0 1 0 1 إلى الأخير، واللاني الوراء أو العمود الوراء راح يكون 0 1 1 إلى الأخير، وأربع زيروات وأربع واحدات، واللاين الأخير بالنسبة لنا لأربع أربعة bit هو 8 zeros و8 ones. فتكون بهالطريقة تقدرون تكتبون كل الاحتمالات بدون أي مشكلة، ولا أكو احتمال يشبه الاحتمال الآخر. أحب أقول لكم على نصيحة صغيرة، أنه تأخذون المحاضرات اللي موجودة بالكلاس وتستنسخوها وتقارنون المحاضرة الفيديوية مع ما موجود عندكم البي دي اف. وأشكر إصغائكم وطابت أوقاتكم، إن شاء الله نلتقي في محاضرات أخرى إن شاء الله.